والله صافي بليزير دو فو غوتخوفي، صافي بليزير باش عاود نتلاقى معاكم يوميا مرات ومرات، لان الموضوع كيبقى غير هو ومسالين قبنا قبنا، لان حنا كندافعوا على بلادنا، ها كندافعوا راه ما كنهاجموش، كنجاوبوا كل شيء. دونك على اي كنهاجموا، الا هاجمونا كنهاجموا، هذاك كتسمى لا كونتر اتاك، فهمتي؟ قال لك احسن وسيله للدفاع هي الهجوم، حنا عمرنا هاجمنا، هاجموا علينا شحال من مره، حنا كنهضروا نفس الموضوع. في الحقيقه كنحاولوا سونسيبيليزيو الناس اللي ما فاهمينش التاريخ، لان فرنسا بدات كتليبيري ليستواغ، اسبانيا بدات كتليبيري شويه، تند معها الحال، لان المانيا بانت لها البكيه غادي تضيع منها جبل تروبيك والتيرينيوم وداك الشيء ديال البازالت باش دير الانرجي ديال لي باتري، ضربت على جبل تروبيك دابا حتى هي باغي دير جيوش لحماية المستعمرات الإسبانية، ألمانيا حتى هي. علاش ألمانيا؟ لأن كاين تاهما عندهم لي سيناتور من إكستخيم غوش، من أقصى اليسار، أقصى اليسار، اللي كياخذوا تاهما البكية باش يساندوا، باش يجيو ضد الوحدة الترابية المغربية، بالخصوص على الحدود البحرية، حدود المحيط، المياه الإقليمية كما نقولوا، جبل تروبيك اللي مرضهم. ودابا راه كاين واحد تكالب على ديك المنطقة، إسبانيا وحتى فرنسا، واخا فرنسا كتخدم في لي كوليس، اسبانيا والمانيا، وبالنسبه ليهم الدوله الجاره جاره الشرق راها غير مستعمله، ما عندها حتى انتيري في هادشي كامل، ما تربح لا صحراء ولا جبل تروبيك ولا والو، غتخسر غير فلوس، وهما كيضربوا على مصالحهم، كيظن انهم انها وصلت لدرجه على انها كتقول لاسبانيا ان ندير معاك انايا واحد لا لين ماريتيم ديال لي باطو المغاربة، يتعوضوا بالجزائريين من غزوات يركبوا المليليا لين ماريتيم باش نعوضوا المغاربة. الله يعاونكم، الله يعاونكم، ديروا لا لين ماريتيم حتى لسبتة، با دو بروبليم، كنشوفوش مشكلة حنا في هاد الشيء، حنا كنشوفوا المبادئ التحررية اللي كتهضر المبادئ التحررية، وكتقولوا ما تقولوش أن المستعمرة، أن المليليا وسبتة مستعمرة مغربية مستعمرتها إسبانيا. حنا صراحه كنقولوا هذا واحد الميليتار، انا ما عرفتش الكراد ديالو، فيديو زيرتوها ليا. J'attendais à ce que le Polisario reçoive de nouvelles armes de l'Algérie. Je ne vois pas quelles nouvelles armes on peut lui donner, il a toute la panoplie déjà. هذا سيت ان غادي، سيت ان كادر ميليتار، سولوه قالوا ليه واش كتسنى ان بوليساريو غادي يزيدوا ليه شي اسلحه، قال لهم واش من اسلحه غادي يزيدوا، راه عنده كاع الاسلحه خاصو غير لافياسيون. Donc, j'attendais à ce que le Polisario reçoive de nouvelles armes de l'Algérie. Je ne vois pas quelles nouvelles armes on peut lui donner. Il a toute la panoplie déjà. Alors, à moins qu'on lui donne l'aviation. Maintenant, en ce qui concerne la Mauritanie, est-ce que vous continuez de soupçonner la Mauritanie de favoriser? Écoutez, moi, je ne soupçonne personne. Moi, je fais la guerre. Et je me contente de l'affaire. وسام ديال التطوع المسيره الخطره، وهذا وسام ديال الصحاق الوطني من الدرجه الاولى، وهذا وسام ديال الصحاق الوطني، وهذا وسام للتعطير كل جولان، يعني شهاده من رؤساء الدول العربيه على قوه وعلى. دخلنا للعسكر اخي 1966 جازيت في اللواء الخاتم الامن بجيلس، من جيلس 7 سنين مشيت لسوريا 73 74 جينا للناظور، من الناظور استدعانا الوطن ديالنا للدفاع عنه، يعني داروا مؤتمر فاس، قال شكون باش يمشي يحرر جلده زمور، ما مشينا غير حنايا، الناس اللي جاوا من سوريا هما اللي حرروا جلده زمور، مشينا 5 ايام دوزنا فيها القرطاس، عاود جات امقاله الاولى امقاله الثانيه، امقاله الاولى وامقاله الثانيه، الاولى يعني شدينا فيها 101 ديال الجزائريين، ما كانش بوليزاريو، وفيهم تيكون على اليشان القريحه اللي كيتبجح دابا، راه خلى النعاله ديالو تما، راه الطبع ديالو واقف مقاله، راه الرجال، قول له راه باقي متابعينك اولدي، قول له راه المغرب راه بزاف عليك، حنا في انت خرجت من الجوم لان هرب، الفار كيدير زاوية تقابي وحده هنا هرب شان قريحه. جنرال اللي كيتبجح دابا في الجزائر وكيقول انا هو انا، والله يا خذ الى هرب لنا مقاله، الى 101 شديناها وجبناها للجيلس، الجيلس بقى في الحياه، شديناها وجبناها من ديزابري هنا للجيلس 101 في مطبات، اما هو هرب لنا من تما، ديك الحر اللي دوزنا تما مشينا لجلتة زمور بيرموغرين
هو كانت ماشي مناوشات بيننا وبين البوليزاريو فهم قالوا واخا شدينا الجزائريين باش قلت لكم شدين هرب لينا بن قريحه شان قريحه خلانا على الكهرب هرب خلانا على ديالو تما المواطن هما تيهربوا خلص خلى وجبرنا واحد البريه تحت الحجره خلاوها الناس واحد الدريه خلاتها قالت لي قالت لنا دي جبرنا فيها زيدوا مورا مرا مغش ميت راشان قريحة راه هرب هذه جزائرية كانت عايشة ومعت مهم البرية صبناها تحت الحجرة شنو فيها تبريد؟ فيها زيدوا مورا مرا مغش ميت راه معربوا شان قريحة راه معاهم راه عدوا على ضرع الكلبة مشاو على لا 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 بين العيديات هو يعقل على الشر ما يعقلش على الخير هما ما يعقلوش على هذوك الناس ما كيعقلوش على الخير اللي دار فيهم المغرب واللي دار فيهم محمد الخامس الله يرحمه ولد كفاح اللي كفحنا معاه ولد كنا معاهم السناح وجدا والجزائريين وجراو على الناس ديالنا 33 ألف اللي جراو عليها بالعيد الكبير خلوا الناس العياد معلقين 33 ألف ما يديرهاش شي واحد كاين دابا الجزائر كاين اخر اللي خالونا عمو تما خال هذا ما بيناتنا غسل لماذا لان حنايا ماشي ضد الجزائريين او ضد شي حد هما ضدنا دونك هذه هي لامبريسيون ديال المغاربه دابا دابا المغاربه فهموا انهم هما ماشي اعداء ماشي ان الجزائر ماشي هما اعداء الجزائر او داروا الجزائر عدوا بل الجزائر دارت من المغاربه اعداء من المغرب هادو على قبال الصحراء وهما اللي كانوا كيحاربوا تشوفوا شهاده ديال جندي قديم عسكري متقاعد دوز العسكر ديالو باقي فيه ديك الروح وجا شهد بكل شهد وعندو اوسمه ومشارك في حرب الجولان وحروا قلت تسمور كنا كنسمعوا على قلت تسمور عده حكايات وام قال ان وام قال دو دونك الحروب كلها واقعه في داخل التراب الوطني المغربي ماشي داخل التراب الوطني الجزائري اذا المغرب حرر ماشي مشى هاجم المغربي ديما فوق وضعية الدفاع حنا ملي كنهضروا التاريخ كيما هكذا كيتحاملوا علينا يتحاملون علينا ويتكالبون علينا بينما ندافع عن ترابنا وقلنا شحال من مره لو تركوا حريه الاختيار للمحتجزين في تندوف لو تركوا لهم حريه الاختيار امام المنتظم الدولي المحايد الذي لا يتبع لا يلهث من اجل الاورو من اجل فاليزات الذي لا يلهث وراء الرشاوي وراء الامتيازات البتروليه والغازيه والنقديه المنتظم الدولي المحايد اللي عنده روح انسانيه وروح المعقول ولا لوجيك يعطيو الناس هاد الناس الاختيار بين الدول حتى اسبانيا يختارون بين الدول اسبانيا ما تقبلهمش ولكن دابا ضد في المغرب تقبلهم هناك ثلاثة أو باسبورات يعطيهم أو حرية تيوهنهم يطلقوهم المغرب موريتانيا الجزائر وحتى إسبانيا ويشوفوا لمن ينتميو حنا أنا ما نقدرش نقول لك لمن غادي ينتميو ولكن حسب الحديث ديالي مع عدة صحراويين دوريجين حسانيين دوريجين ديال الصحراء ديال الساقية الحمراء ديال الواد الذهب وخدامين معنا دوبي في الشباب والمستقبل اللي بقاو هنا اللي خدموا في 94 كيقول لك اودي حنا مغاربه وهذوك اللي مشاو مغاربه وعبد العزيز المراكشي والوالي وهاد الغالي مغاربه غير زكارات عندهم كونفلي مع وزاره الداخليه على بوك بقاو حاقدين اسبانيا مولتهم والجزائر استقبلتهم والقضيه تقادت عليهم هادشي اللي غادي يقول لك دونك البروبليم بقات قضيه ديال ان ضربني بكا وسبقني وشكا سي سون تو كي نوز اتاك مين كنهضروا كنتعرضوا الوابل من القذف من السب والشتمان وداك الشيء ماشي غير بارتو ماشي غير اي مغربي يبغي يدافع على المغرب كينضوا ليه كيدخلوا كيبقاو يسبوه ويعيروه بلا ما يحاولوا يبحثوا على انهم كيدافعوا واحد القضيه ماشي ديالهم ردوها ديالهم ولاو عندهم قناعه انهم ربما غادي ياخذوا الصحراء ويديروا كونفدراسيون مع الجمهوريه الصنداليه وياخذوا المحيط الاطلسي بدات عندهم القناعه و 45 عام ديال الاعتقال ديال السكان ديال الصحراء مساكن في تيندو في الرابوني والحماده ما كفاتهمش وباغيين يزيدوا يكملوا واحد 45 اخرى 45 عام اخرى
وهي مناسبه جات زوينه ان المغاربه دابا التحموا امام ومع مع مع هذه القضيه ومع الملك ومع المملكه ومع مع الجيش الجيش الملكي ولو فاهمين المشكل وعرفوا ان المشكل كله هو الجزائر اللي كتهاجم المغرب والاسلحه والعتاد واللوجيستيك كامل كومبلي من الجزائر مون من الجزائر الصحافه ديالهم مون من الجزائر الاعلام الخارجي والداخلي مون من الجزائر والقضيه ولات جزائريه 100% بل الجزائر تناست كل قضاياها الضروريه والمستعجله والاساسيه وتوجهت وارتكزت على قضيه الصحراء معاكسه المغرب في وحدته الترابيه واصبحت تساند اسبانيا لنزع سبتوميليا من الحق الشرعي للرجوع الى الوطن المملكه المغربيه اذا حنا ما كنعكسوا التوحد وما كنهاديو التوحد حنا هذه هي عقليتنا عقليتنا انه حنا الملكيين الا كانت ما عجبتهمش الملكيه قطعوا معنا العلاقه سيتو ماشي يحاولوا يريبوا لنا المملكه يقولوا حنا انتوما ما خداميش لينا انتوما كتبوسوا لي الدين نقطع معكم لي العلاقه تيرمينيس علاش باغي تبدلني صحه ولا ها انت باغي تبدلني صحه علاش انا ما كنحاولش نرجعك المملكه باسكو سي امبوسيبل علاش انا ما باغيش نرجعك ليبرالي سا مي روكارت با انت عندك ديمقراطية تختار الرئيس ديالك وتختار النظام ديالك وتختار المنهج السياسي أو الإيديولوجية اللي بغيتي يعني ماشي شغلي فيك على المغرب وقت الفيس والجية المغرب تدخل ما تدخلش وقت الفيس المغرب ما تدخل وقت الجية والصداعات ولا العشرية السوداء عمرها ما يدخل المغرب ما تدخلش في القضية ديال لي كابيل اللي كيدومونديو الاستقلال اللي كيدومونديو الانفصال ما مدخلش المغرب ما كيساندش المعارضة الجزائرية المغرب ما كيسمحش المعارضين يسبوا الجزائر من الجزائر إذا المغرب محترم الجورة محترم كل شيء هذا هو الميساج اللي ندوزوه أن باش ما يبقاوش يقول لك المغرب كيهاجمنا الهضرة ديال البريزيدون ديالهم اللي قالوا يهاجمونا يوميا يعتدي علينا يوميا حنا ما كنعتديو حتى على حد ما كنعتديو حتى النملة حنا نصوم شعب مسالم ملكي عايشين ملكيين عقليتنا ملكية النخوة والقعدة والامور عندنا حنا هي هذه ما عندنا حنا ما يمكنش غادي نكونوا شريرين وحنا كابرين في الخير اوني با ميشون مي اون بو سو ديفوند اون سو ديفون ابخو نعرفوا ندافعوا على راسنا بالدق والسكات ولا بالعلن اليوم راه كاين لا ديفون سيلونسيوز المانيا راه طامعه اسبانيا طامعه ما عندهم ما يصوروا كاين لي زيتازيني سي البوليس دي مون راه كاينه كاش اللي غادي يوافقهم اللي غادي يجي معاهم في الخط ديالهم لان المغرب ولا شريك اساسي ولا كيبان لهم البوفوار اللي عنده ولا مقنع لو ماروك اللي كونفينكون بار سي بروجي بار سون سيريو بار سا سيكوريتي بار سا ستابيليتي بوليتيك و سي بار سي فيزيون دافونيغ المغرب عنده الشركاء اللي يدخلوا معاه راه كيقراو لا فيزابيليتي دي بروجي لا فيزابيليتي بروجي كيشوفوا المغرب واش اسكيل بو غارونتيغ لا كونتينيتي de satisfaction des projets les radis et relio ou des plans les radis et relio à des grands pays les pays les puissances mondiales donc le Maghreb il donne l'entière garantie et les gages مقبول في العالم كامل جميع المعاملات donc la confiance est de mise vers le Maroc tous les pays puissants tous les pays commerciaux tous les pays qui cherchent l'intérêt de leur nation veulent contracter avec le Maroc un long avenir de partenariat جميع الدول القوية تجاريا واقتصاديا وحتى ميليتارمون وحتى عسكريا باغيين يتعاملوا مع المغرب لان لقاو فيه المعامله متقه مضمونه مضمنه مامنه وكاين الاداء وكاين كل شيء لا من ناحيه الافامي ولا من ناحيه المعامله لا مع امريكا ولا مع الصين ولا اي دوله تتعامل معها والمغرب داخل السوق الاوروبيه كيبيع ويشري مع راسه ترونكيلمون خدام عندنا السنان في الجالية المغربية اللي كتستهلك المواد المغربية كاملة باش ما تخليهاش تبقى في لي زيطالاج وعندنا السند ديال اليهود المغاربة اللي مساندين المغرب اتو لي بوان دو في جيو استراتيجيك اي جيو بوليتيك عندنا بارتناريا مع الولايات المتحدة اللي كدير كونفيونس المغرب و سي سون بوان دابوي سيغ لافريك و لا سول بورت فيغ لافريك و لا سول ديفونس دو لوروب باغ لافريك سي لو ماروك الدولة الوحيدة والباب الوحيد اللي مضمون ومؤمن هي المغرب والدفاع على اوروبا وحماية اوروبا من الارهاب والهجرة السرية او المضرة باوروبا هو المغرب دونك شريك مفروض على القوى الدولية ما يقدروش يثقوا في دولة اخرى اللي هي منزعجة من امنها ولا يمكن ان يثقوا فيها وهي الامن ديالها غير مضمن وما عندهاش نظام ديمقراطي وما عندهاش حرية ما عندهاش حرية التعبير ما عندهاش عندها حملة الاعتقال وحملة القمع
ومعتمينها وكيمشيو لينا كيقول لنا اطلقوا سجون مساجين سياسيين. داكشي سان روغارد اللي مسبأمن الدولة كيتسمى خداع الدولة، خداع مبدأ الاحترام مقدس الدولة. اللي هو كيدافع على راسو بالقانون راه باه برلماني او راه عضو جماعي، وكيدافع على المذهب ديالو او الايديولوجيه ديالو عبر المنابر السياسيه المرخصه التي يصوت عليها الشعب تحت اراده شعبيه. ماشي تجي من الزنقه باغي دير لي انا الروينه وتقول لي انت راك زعيم. الزعامه ما تخاش بالقوه، تخاد بموافقه الشعب. الا الشعب داروك زعيم رئيس حزب وعاود عينوك رئيس الحكومه الله يعاونك، لان الشعب الذي نصبك لتمثله، لان احنا بلد ديمقراطي. باش تقول لي غادي تمشي لبرا تبقى تسبني وتعايرني ولا هنا وتنوض الصداع الى سجنوك، انا جو نو با ديفون، لان تي تي با غومي على ديمقراسي. سير ترشح اخويا وهضر من المبركمات، بغي يهضر مع الاعلام، هضر من البرلمان، هضر مع الصحافه، هضر مع ما يعجبك ديك الساعه، لان عندك مسؤوليه امام المواطن الذي صوت عليك، لانك تؤدي واجبك السياسي فيزافي دي سيتويان. هادشي اللي نقدر نقول لكم. حنا بلد ديمقراطي 100%، اللي ما مامنش بهادشي راه ما عايش معنا وما عرفناش، ما كاينش هادشي. باش تمشي دير الفوضى ودير مظاهرات وتخرب وتضرب وتسب الملك وتسب المملكه وتسب هذه، لا. دافع على الحقوق الاجتماعيه، لي دغوا زاكي سوسيو ايكونوميك، الحقوق ديالك اللي هي دغوا اكي حداف عليهم، دافع كل شيء، ولكن ما تمشش بالنظام، لان النظام ديال المغرب هو اللي كيحمي، استقرار وصيرورة النظام. كما بقى 14 قرن خصو يزيد بقى 14 قرن اخرى او 120 قرن، حنا ما غاديش نكونوا، مي اون دوا سو غوماتخ على لوجيك، اون دوا سو غوماتخ على ليستواغ. ماشي يجي واحد با افيك نيمبورت كال مومون افيك انارشي يبغي يبدل النظام ويبغي يبدل، لا سي با دو لا بوليتيك، سا تي فونداليزم دو انارشي اي تي روبيليون ريفوليسيون كي نا اوكان سونس، ما عندها حتى شي معنى. عندك الحق مام لو غوا الى دوني لا ليبرتي، عطى الحق الصحراويين يدخلوا البلاد ويمارسوا السياسه مباشره بالحكم الذاتي، وديك الساعه ما عجبهمش وما طبقوش الاراده ديال الشعب الصحراوي اللي تكون عنده الحكم الذاتي، ينضوا يثوروا على الوصايه اللي هي السياده ديال الوطن اللي كتحمي السياده. لانهم كون جاو يفكروا ويجيو الحكم الذاتي راه المغرب غادي يحميهم من الخطر الخارجي ومن الخطر الداخلي، غادي يكونوا تحت الرعايه الساميه لسياده الوطن ويمارسوا حقوقهم المشروعه في اطار التسيير المحلي للصحراء. يشوفوا المصلحه ديالهم هي الاولى، يشوفوا مصلحه الشعب الصحراوي هي الاولى اللي هو مغربي افون تو، يشوفوا مصلحه الصحراء اللي هي مغربيه هي الاولى. واذا كان النظام ما قبلهمش دارهم شي، وديك الساعه عندهم الحق لافتات او يطوروا او دابا ما جربوش وما داروش، وكيقولوا لهم غادي تمشيو تستعبدون. شكون اخويا غادي يستعبدك؟ كاش العبوديه هنا؟ يا با العبوديه. كاين ناس كتولوا، كاين ولاء الى الملك، ولاء الى المملكه تاريخي منذ قرون. ما يمكنش يجي واحد يجيب لي واحد البرانسيب ديال غوخي، ولا يجيب لي برانسيب ديال لينين باغي يفرضوا عليا الصحه، ما يمكنش. او يقول لي عمر بن الخطاب ولا شي، ما بعيد هذاك الشيء خليه. حنا ما تخلطناش الكومينيزم والاسلاميزم، حنا عندنا مملكه مغربيه ليبراليه اللي يخدم ياكل، اللي ما خدمش نشوفوا علاش ما كيخدمش نخدموه، اللي هو معوق وما يقدرش يخدم راه عنده الحمايه المدنيه، الحمايه الاجتماعيه راه كاينه، راه كاين كلشي، كلشي راه غادي في الطريق. سي با موان جو سوي با بارلمونتار، سي سون لي بارلمونتار خصهم يهضروا معكم بحال من هكذا، اللي عنده شي مسؤوليه يقولها. اما بالنسبه لعلاقتنا مع الجار، حنا ماشي هما داروا منا هادو، هما كيهاجمونا الى يومنا هذا، حتى شعبهم تعلم يهاجمنا، حتى شعبهم تعلم يسبنا، كيغسل فينا رجليه، ولكن حنا عارفين لي ديفو ديالو، واخا يسبنا سي باغ كومبلكس، عقدة، ولات عندو لا ماروكوفوبي، مريض بالمغرب، أوليو دو سوكيبي دو سي زافيغ دو سي بروبليم كوتيديان يسوكيب دي ماروك، حنا ونسوكيب با دالجيري، أوني أوبليجي دو ريبوندغ، حنا ملزمين باش نجاوبوهم، لأن كيهاجمو علينا، حتى إيطاليا إسبانيا دعموها ومشاو معاها. واش واحد يقول لك شاد لك انفصالي وكيديه يعالجو ويديه ويجيبو ويدير ليه ماكياج ديالو، يقول لك حنايا خاطينا، واسمح ليا. لا راه ما ماتش، راه يسال ليه الدم يخرج ليه مخو من راسه. تبارك الله عليكم. شوف النخوه والشهامه عند المغاربه لا يتدخلون في شؤون الاخرين، يدافعون عن وطنهم عن مملكتهم الشريفه العظيمه بنخوه والنقاء والطرافه بلا سبان بلا معيون. حنا كنسبو كنتعيرو، ما كيسبك غير اللي معقد منك، وما كيبغي يحتقرك غير اللي معقد منك، وما كيغوت عليك غير اللي ما قادرش يغلبك. داكوغ، تبارك الله عليكم. اي عاش الملك. داكوغ،
عاش الملك موجلدي تحسبوا عاش الملك ونصر الملك وجميع الملوك اللي جايين. حنا ملكيين كما كان الملك، حنا بغينا المملكة تبقى. جو سالي، أو روار.